شامل السهر، حتى اخدين بيت هون لفترة طويلة. انت ومين؟ انا ورفيقي نوار. جيبي رفيقتك وتعالوا كملوا السهرة معنا. قلتك سورين على بعض. والله مجالكم كتير حلو. ايه بس بدك تتعب كتير لحتى توصل. طب حاولتي تبلشي بشي؟ لسه عم حضر. بابي قال لي انه حيعمل لي فيديو كليب ان شاء الله عن قريب. على كل إن اي شيء بيلزمك اي شيء ها بتخبريني، انا معارف ابي كتير واسعه بامكاني ساعدك كتير شغلات. شكرا كلك ذوق. في حدا قال لك انه عيونك بيجننوا؟ انا بظن انه صاروا مليون واحد. اعتبريهم صاروا مليون واحد. تقومي نرقص؟ ايه هي ليش لا؟ يلا شو وينه حبيب القلب؟ تركته فوق، قلت بيجي بشوفك من بس شوي. وعلي راح صديق منيح. ايه قال اول ما شافني قال حس انه في شيء غريب وخاص، يعني حاسس انه في كيمياء بيناتنا. طبعا انا ما خليته من ايده. قلت له انه انا ماني سينجل وما فيني اتقبل اي علاقة هلا، وهو طلع ظريف يعني تقبل كلامي. يعني أصدقاء لهلأ وبس؟ إيه. شو رأيك نلعب بلياردو؟ يلا يلا خدي هاي. شو الشرط؟ شو ما بدك؟ يعني أنا ما بعرف ليش هيك بتضلي نكدية وبتضلك ضاربي بوس. ما بعرف شو بدك كلهم ورا هذا الأجداب. مو خليه عم يلعب فيك مثل الطابة. Thank you.
ليا شو يا؟ ما خبرتيني كيف كانت بيروت؟ ما دخلك؟ ما دخلني؟ مو نحن تاركين فما حدا له علاقة بالتاني. طلعي حطي ثيابك وانزلي بدي اياكي روحي. بس انا ما بدي اياك. الو بابا. اهلين بابي، كيفك؟ شو هالرقم اللبناني اللي عم تحكي منه؟ يا بابا هي قصة طويلة وما بقدر اشرح لك اياها على التليفون. على كل حال انا بس عم خبرك مشان تعرفي مكاني وما يبقى بالك عندي، لانه بعرف انت دائما بنشغل بالك علي. شوفي بابا، بعد فترة انا رح اجيبك لعندي، بس يعني اعطيني فرصة هيك لبين ما صبت اموري هون. طيب يا بابا. ليش نقلت على بيروت نهائي؟ شو صاير معك بابا؟ بعدين بابا تعرفي. هلا انا مضطر انه اسكر لانه في عندي شغل كثير. ايه بابا؟ يلا باي 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 باي. انه انت كل البنات بتحكي معهم بهي الطريقه. إيه مو اي بنت بينحكى معها هيك. انت مو مثل اي بنت. ايه ما قلت لي شو عم تعمل باللاذقية؟ ما قلت لك قبل اني بحب اغير جو وسافر وقت الفضاء. هلا هون ما في مشاكل ويعني الوضع مريح. حلو، شو عامل اليوم؟ والله ما بعرف، عم فكر اطلع العب شدي مع الشباب ويعني نتسلى شوي. ايه وين بتقعدوا؟ في كافيه على البحر بجنن، منضل قاعدين فيه. طيب انت ما بتخاف تطلع بهي الاوضاع وخصوصا انه انت ابن تاجر كبير؟ يعني اكيد في خطر عليك. يعني كلنا تحت الخطر مو بس انا، وبالعموم انا اخذ حذري. طيب الله يحميك. شو قلتي؟ قلت الله يحميك. يا الله شو حلوه من تمك. يلا ما بدي أخرك عن رفقاتك مع أنه كتير مبسوطة بالحكي معك. يا ستي رح أفقس رفقاتي وأبقى معك، لك أنت عندي بالدنيا كلها. لا عن جد قوم روح، خلص بس ترجع منكفي حكي. لك عم بقلك خلص رح أبقى معك اليوم. هاتي احكي لي كيفون عيونك الحلوين اليوم؟ شي ما عم بفهمه. يا مخلوعة على إدنا عمره أيام وسنين. يعني كيف هيك بتروحي على بيروت من دون ما تخبريني؟ شو أنا رجل كرسي بحياتك؟ نسيت اللي عملته ببيت مايا؟ هون حطنا الجمال بيت مايا. وأنت نسيتي إنه نحن متفقين تقطعي علاقتك بهي البنت؟ لك بتكذبي علي وبتقولي لي إنك بالجيم، بروح بشوفك عندها بالبيت؟ أنا اللي ما عم بفهم شي. هجرس
ما بعرف، أنا بالفترة الأخيرة اكتشفت إنه نحن ما بنشبه بعض أبدا. يعني عم حس إنه علاقتنا ما عم تتطور، كل مالها عم ترجع لورا. هو أنا لك شغلة، أنا جاي مشان هذا الموضوع. شو؟ أنا حكيت أهلي مشان الخطبة وهن موافقين، يعني بأي لحظة أهلك بيقولوا أوكي بيجوا أهلي بيخطبوكي. خطبة؟ لك إيه خطبة، ليش مستغربة؟ بعد كل شيء صار بتقلي خطبة؟ ليا، أنت بعدك بتحبيني؟ هجرس ما بعرف، أنا حاسة حالي مخربطة، ما بعرف، يعني عقلي بيقلي شيء وقلبي بيقلي شيء تاني، فأنا ما بعرف شو بدي جاوب. يعني مشاعرك اتجاهي خلصت؟ مستحيل مشاعري اتجاهك، مستحيل تتغير، أنت شو عم تحكي؟ لا أنت بتعرفي شغلة؟ لك أنا بعشقك، عجد بعشقك. يعني أنت بدك ياني؟ لا يا أكيد بدي ياكي. يعني معقول بعد كل شيء صار بيننا عم تسألي هيك سؤال؟ ما بعرف، بس بلكي بكرة تزوجنا ورميتني مثل العادة؟ لا لا حبيبتي، بعد كل شيء مرق خلاص انسي. أساساً أنا لما بعدتي عني حسيت حالي ضايع، مشان هيك رجعت. طيب إمتى فيك تجيب أهلك؟ إمتى ما بدك، أنت حددي وأنا جاهز. الو، هاي كيفك؟ ما بعرف شو بني، بس حاسة حالي تعبانة شوي. من شو؟ شوية مشاكل عنا بالبيت، حاسة حالي كرهانة كل شيء. طيب شو رأيك تيجي لعندي؟ أنا لساتني باللاذقية، يعني تغيري جو، تقضي لك كم يوم عندي. لعندك؟ لا ما بعرف، بس بخاف من الطريق. لك الطريق رواق، ما في شيء، أنا ببعت لك شوفير لباب بيتك بيجيبك لعندي. طيب ماشي، أي ساعة بيكون الشوفير عندي؟ شوي وبخبرك، أنت جهزي حالك من هلأ مشان الصبح تطلعي بكير. أوكي. لك يا غبية، أنت بتعرفي إنه أبو نوار من أكبر تجار البلد؟ لك بعرف بس شو؟ لك أنت براسك مخشي؟ هذا البنات بيحلموا يحكوا معه، بيعمل يلي ما بينعمل. أوعك تفلتي من إيدك، ها؟ أوعك. بتعرفي هو قال لي إنه بده يوقف معي بإنتاج الكليب. لك إيه طبعاً، هذا بيقدر يساوي لك سي دي كامل، بس عرفي زبطيه أنت. يعني اطلع لعنده؟ لك إيه طبعاً، اطلعي وقوي علاقتك فيه كتير. بس مايا هدول بيخوفوا، يعني معروف شو بدهن من البنت، كم يوم وتقليعة وخالصين. والله يا حبيبتي أنت وشطارتك، بإيدك تخليه يساوي لك اللي بدك يا، وبإيدك فيك الطفشي. هلأ هو حباب وظريف يعني، وحاسسته إنه حاببني، بس ما بعرف قلبي ناقزني منه، بعدني ما بعرفه مايا. اسمعي مني واطلعي بكرة معه، قضي كم يوم، خليه يتعلق فيك كتير، أنا شايفته شاب ممتاز. وهو هيك، رح أقول لماما إني رح إجي نام عندك كم يوم. خلص أحتي هلأ، ماني فاضيت لك. تشاو، نحكي بكرة.